عبد الجليل كان وزنه 140 كيلو بقى 85 كيلو، أكتر من 50 كيلو في شهور طويلة. ازاي تخنا وازاي خسينا يعني عشان برضو نشوف احنا شبه مين بالظبط. هو انا من صغري وانا عندي سمنه مفروطه يعني، و ربنا يخلي الحاجه بقى الاكل بقى شاطره في الاكل بصراحه. فكنت باكل كل حاجه بكميات برضو مش دايما يعني، فجسمي كان قابل للزياده على طول. اي حاجه اكلها اللي هو تبان، اللي هو عارف انت شفت توم جيري كده لما بيحط الجبنه الرومي في بطنه فبان كده. اللي هو كنت انا اللي هو اي حاجه كلها زياده على طول. يعني من صغري وانا طبعا من تقريبا من اعدادي وانا بعمل دايت من اعدادي. فاللي هو بروح للدكتور، طبعا انا رحت دكاتره كتير جدا، فاروح للدكتور اخس. اكتر حاجه عملتها مع الدكتور تقريبا 10 كيلو وارجع تاني. شيبسي بقى وبسكوت وباتيهات والحاجات الحلوه اللي بره دي. وطبعا اكل الحاجه برضو. وبعدين وصلت المرحله كده قبل ما كنت سافرت بره مصر يعني، كنت تقريبا واصل قبل ما اسافر كنت تقريبا 100 كيلو 105 حاجه كده يعني. كان شكلي لحد ما مش تخين قوي يعني. يعني بالنسبه لطولك يعني كان تقريبا مليان بس مش تخين بالظبط. كنت حاسس نفسي رفيع اصلا. طب كويس. فسافرت الدنيا ما ظبطتش معايا بره يعني، النفسيه كانت زيرو. طبعا اكل غلط في اوقات غلط، يعني ايام كنت بطبق فيها ما كنتش بنام. واكل غلط طبعا، اكل انت حضرتك عارف اكل الخليج بقى، كبسه وحاجات كده. فالحلويات طبعا اكلت، كانت متعتك الوحيده الاكل هناك. بالظبط بالظبط. هو يعني انا اصلا طول حياتي مبسوط باكل، مكتئب باكل يعني. هو انا اي حاجه لازم اكل، مكتئب اخش اكل. فرحان يلا الواحد يلا فرحان بقى يلا نحتفل بقى. فجيت بقى قعدت سنه بالظبط. جيت طبعا هم يعني الناس اصحابي واهلي انت مين اللي هو زدت كام كيلو بقى؟ انا زدت تقريبا حوالي 35 كيلو تقريبا هناك في سنه. فرجعت لهم ب 35 كيلو زياده بالظبط. كان كل اللي يشوفني ليه كده؟ انت اتخنت، انت وزنك زاد يعني. هو ما كانش بالنسبه لي كان في تنمر قوي، او في حد مثلا عمل معايا موقف صعب خلاني اللي هو لا انا طول عمري كنت راضي عن نفسي. بس هو طبعا اللبس كان 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 سبب رئيسي بصراحه يعني، اللبس ان انا ما مش عارف البس. طيب ايه اللي خلاك ما تاخدش ادويه وما تعملش عمليه؟ لانه ده الاختيار الاسهل اللي احنا بنعتقد انه قرار طبي مش المفروض اي واحد كده منه لنفسه ياخده. تمام. هو انا موضوع الدواء ده انا طول عمري اسمع ان في دواء، بس يعني ما سمعتش ان حد يعني او بشوف حاجات بس ما بصدقش ان مثلا حد ده خد دواء فخس مثلا مجرد انه خد دواء يعني، او على حسب قرايتي او معرفتي ما اعتقدش ان في حاجه كده. بالنسبه للعمليات انا بخاف جدا، فيعني ما عنديش استطاعه اللي هو بفكر لو انا اخش يعني مثلا على رجلي اخش اعمل عمليه عشان اخس، او حد هي يعني عارف انت اللي هو انا مش قادر اتخيل الموضوع، بخاف يعني بخاف من الحقن. فمش هخش اعمل عمليه عشان اخس. فخدت القرار بقى اللي هو لا انت لازم ستوب يعني. ابتديت ازاي الريجيم بتاعك وازاي نزلت اكتر من 50 كيلو؟ في البدايه بدات انزل اجري في التراك. الاكل طبعا والدتي قلت لها بقى خلاص بقى اللي هو ستوب كل حاجه. بقيت بفطر مثلا جبنه لايت ونص رغيف عيش اسمر وخيار. غدا برضو مثلا معلقتين رز وشوربة خضار. العشاء كان فاكهة بس. يعني فضلت ماشي على والبروتين كنت بتاخد بروتين يعني كان في بروتين في الفطار. كنت ساعات باخد بيض مسلوق
والغدا طبعا يا فراخ يا لحمه يا سمك. يعني الاساسيات الرجيم الاساسي اللي هو من اللي هو من واحنا صغيرين عارفين انه العناصر الغذائيه موجوده بس كميات قليله. بالظبط بالظبط الاكل عادي بس كنت مقلل كل حاجه. بعد 6 شهور تقريبا وصلت 110. يعني انت اول 6 شهور كان تقليل اكل ومفيش رياضه خالص؟ لا كان في جري بس ما كانش بانتظام. كان في جري. كنت بنزل اجري في الاوقات في الايام اللي انا كنت فاضي فيها كنت بنزل اجري العصر كده ساعه مثلا يعني ساعه ساعه الا ربع ساعه ساعه الا ربع كده اللي هو على قد ما بقدر ماشي وجري. فالموضوع مش يعني كان نظام غذائي وشويه جري بالزبط. او حركه بالظبط. بعد 6 شهور ابتديت تلعب بقى رياضه فعليه. تمام. طيب هو انا مشيت على نظام اسمه بي اس ام اف. بي اس ام اف ده نظام هو لو كارب. تمام. نشويات قليله جدا يعني. كان الفطار مثلا جبنه قريش بيض بيض خيار. تمام. الغداء بروتين وخضار او سلطه. تمام. العشاء برضو بروتين وخضار.